السلام عليكم، معكم طلال نقار، رحب فيكم بكورس الأخلاق الطبية. معنا أخونا دكتور باسل طراب، أستاذ الأخلاق الطبية جامعة هارفارد وجامعة بوسطن. ومعنا هالمرة ضيف مميز جدا جدا، أحد هو بعتبره أستاذي، هو من أحد الأعزاء على قلبي. معنا الدكتور مازن خير الله. باسل كيفك؟ حاب أسلم عليك. يا هلا يا هلا طلال، شو أخبارك؟ دكتور مازن كيف حالك؟ أهلا وسهلا فيك طلال، وأهلا فيك باسل، كيف حالكم؟ الله يسلمك يا رب. طبعا دكتور مازن هو اشهر من نار على العالم، بس بحب اقدمه بشكل سريع مثل ما بعرفه انا. دكتور مازن متخرج من كليه الطب بدمشق بال 1987، رجع من امريكا بعد ما خلص اختصاص الامراض الداخليه والامراض الانتانيه والعنايه المركزه. قعد بسوريا لفتره مؤقته بال 99 لل 2001. انا كنت وقتها طالب طب بعدني، بتذكر كان يعطينا محاضرات بالانتانيه، وكان يعني هذيك الايام كان هو استاذ بالجامعه هذيك الايام. بعدين ترك سوريا ورجع على السعودية، أو انتقل للسعودية، اشتغل بمشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، اللي ما بيعرفه هو أهم مراكز الطب حقيقة بالشرق الأوسط. خلينا نقول من المراكز الهامة جدا بالأمراض، بالكانسر بالذات وبقية التخصصات. دكتور مازن استمر هناك كطبيب العناية المركزة من 2005 ل 2018، بعدين رجع لأمريكا، وحاليا هو من سنة 2018 هلا فول تايم بأمريكا، ما عاد كان يشتغل بار تايم بالقبل. فهو بفارجو هو الميديكال دايركتور للكريتيكال كير سيرفيس بهذيك الولاية، هو اسوشيت بروفيسور بجامعة نورث داكوتا. صحيح كلام أخي دكتور مازن؟ مزبوط، صحيح 100%. نعم طيب جميل جدا. انا هلا الموضوع الحلقه اليوم، كوني انا جبت الدكتور مازن فحتتوقعوا هو استاذ العنايه المركزه، يعني هو حيكون المرجع لنا بالعنايه المركزه بهالجلسه. الموضوع هو حيكون عن الدي ان ار حقيقه، عن قرار عدم الانعاش، شو هي حيثياته. حكون انا هون المقدم، حالتزم رغم انه انا الباك جراوند تبعي هو كريتيكال كير، بس حكون المقدم المحاور اللي حيكون هو يغطي الجانب الطبي، دكتور مازن واخينا باسل من الناحيه الاخلاقيه. ببدأ معك دكتور مازن بموضوع الموت الدماغي او موت جذع الدماغ بمعنى اخر. فينا نطلع عليه بشكل سريع كون حنحكي عن هذا الموضوع. شو هو الموت الدماغي او شو تعريف الموت الدماغي؟ يعني طبعا طبيب العناية حيواجه عدة حالات سريرية بده يتخذ فيها قرار. القرار هذا يتخذ مع المريض أو مع أهل المريض. أحد هذه الحالات اللي ممكن نشوفها هو الموت الدماغي، وبتصور يمكن إمتى ما صار تشخيص الموت الدماغي القرار سهل من ناحية الأخلاقيات الطبية، لكن لحتى نشخص هالشيء هذا في كرايتيريا أو معايير دقيقة جدا لازم تتطبق كلياتها. طبعا ما حأمشي بتفصيلاتها، تختلف طبعا من بلد لبلد شو المطلوب بالمعايير. يعني ممكن ينطلب معايير معينة تزيد أو تنقص حسب البلد اللي نحن عم نمارس فيها، لكن بشكل عام المعايير تشمل قطاعين أساسيين. الأول هو غياب وظائف الدماغ العليا من وعي وحس وعاطفة، استجابة، ما في أي استجابة. هذه مراكز الدماغ العلوية اللي هي بتجعلنا نحن بشر. والشيء الثاني لحتى نشخص موت الدماغ يتطلب غياب كامل لوظائف جذع الدماغ اللي هي الوظائف الأساسية في الجسم التي تنظم معظم الأعضاء الحيوية بشكل ذاتي بيسموها الوظائف كالتنفس. الحياتية، نعم بيسموها الوظائف الحياتية. صحيح، دقات القلب، التنفس، هذه كلها موجودة في جذع الدماغ بما فيها المنعكسات على العين ومنعكسات أخرى. نمشي فيها واحد واحد نتأكد غياب هذه المنعكسات كلياتها، بعدين قد نحتاج إلى إجراء فحوصات أخرى إضافية للفحوصات السريرية اللي تثبت عدم وجود تروية إلى الدماغ. ممكن يكون عبارة عن تصوير للأوعية أو ومضان بالنظائر المشعة أو تخطيط لكهربائية الدماغ.
فما بكفي واحد منهم، مثل ما قلت ممكن اختيار هالمعايير هذه تختلف من بلد إلى آخر. طيب يفيد الأديل، أيضا إجراء فحص خاص، اللي هو فحص توقف التنفس الأبنية تيست، اللي بنحاول نحن نحرض في المركز. يعني إذا كان ما في تنفس شايفينه، بركي إذا رفعنا مستوى السي أو 2 بالدم، غاز ثاني أكسيد الكربون، ممكن نحرض هذا المركز. إذا ظهرت أي تحركات تنفسية فهذا يدل على عدم وجود موت الدماغ. إذا تحققت هذه المعايير كلياتها فهذا هو موت الدماغ. نعم. طيب لما نحن نقول موت دماغ، معناته الأذية غير عكوسة، يعني ما في إذا أعطينا دواء ولا إذا انتظرنا حيرجع يصحى، ولا ما في، معناته أذية غير عكوسة، هو موت حقيقي. نعم. هلا هذه المعايير عادة تتطلب طبيبين حتى يجروها بأوقات مختلفة. في كمان يتطلب عدم وجود أي سبب استقلابي أو دوائي في الجسم يؤدي إلى هذه التغيرات. يعني مثلا إذا كان مريض على مهدئات، نتطلب فترة 24 ساعة قبل ما نساوي الاختبارات هذه. إذا كان في عنده ارتفاع نقص بالسكر مثلا، يجب أن يكون السكر طبيعي، الضغط لازم يكون طبيعي، ممكن نعطي رافعات الضغط، لكنه ما لازم نشخص موت دماغ بوجود أحد هذه العناصر. طبيبين أكدوا على الشيء هذا، هذا هو مو بس موت للدماغ، هو تعريفا موت الشخص ولا رجعة فيه. طيب دكتور مازن، قانونيا هل هذا الشيء موجود بكل دول العالم؟ بكل دول العالم موت الدماغ هو تشريع قانوني موجود صحيح، إذا طبيبين شخصوا هذا المرض أو الحادثة فهو موت حقيقي؟ يعني ممكن باسل يفيدنا أكثر، لكن أنا بالدول اللي مارست فيها بالسعودية هذا هو التعريف، وهو تعريف كمان مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي كمان، اللي هو بيشمل أعضاء من 70 74 دولة إسلامية مختلفة. كمان هو التعريف المتداول هون في أمريكا ومعظم الدول الأوروبية كمان. طيب حب ضيف على كلامك انه تعريف او المجمع الفقهي الاسلامي بعام 1988 صادق على هذا التعريف. انا محاول اكد هالنقطه لانه للاسف بسمع لحد هلا انه بيقول لك انه في خلاف عليه. ما في خلاف، لا، الخلاف في عقول اللي هن ما بيعرفوا صراحه. هل في خلاف طبي على هذا الموضوع دكتور مازن بين كم اطباء؟ خلاف طبي على أبدا وجود؟ تمام، فما في اي أبدا خلاف طبي، وفي مصادقه من مجمع فقهي اللي هي مو شخص واحد افتى، في مثل ما قلت يعني عشرات الفقهاء اللي هنا بيمثلوا دول الإسلامية هن صادقوا هذا الكلام. للأسف صراحة بيطلع لك واحد بغض النظر شو الخلفية تبعه بيقول لك لا في خلاف طبي، ويقول لك الأطباء مو متفقين، ويقول لك إنه لا إنه والله أنا ما بفتي فيها. طيب في مين أكبر منك أفتى وفي أطباء اتفقوا والموضوع ما عاد قابل للنقاش بعام 2024 و23؟ مظبوط أخينا باسم؟ نعم صحيح. هلا مثل ما قال دكتور مازن، غالبية الدول هي بتعترف بالموت الدماغي، لسه في شوية دول تعتبر انه الموت هو توقف القلب للأسف، يعني لحد هلا. يمكن خلاف اللي صاير بموضوع مجمع الفقه الإسلامي هو ليس خلاف طبي، ولكن هو خلاف بطريقة صياغة القرار اللي محاكينه، يعني او الطريقه اللي هن صايغينها. انه انا ما اذكر كانت الصياغه انه فيها وفاه، انه مثل ما الدكتور مازن ذكر بالكرايتيريا، ولكن كاتبين او توقف القلب. فالناس دائما بتقول لك انه معناته هدول امرين غير متساويين، او امرين يعني واحد منهم بيكون كافي، فبيعتبروا انه لا، يعني هذا هو سبب الخلاف، يعني هو بصياغه طريقه الصياغه وليس بالمحتوى. هلا انا اشتغلت بالسعوديه ودكتور مازن اشتغل بالسعوديه، دول بالسعوديه القرار القانون الموت الدماغي اللي هو طبيا يشخص وقانونا يتخذ يعني او يتبع ويصير في تبرع بالاعضاء بعده، هذا الحكي موجود من عشرات من زمان، ما بعرف من امتى السعوديه صادقوا عليه صراحه، بس موجود. الاردن عندها قانون الموت الدماغي على حد علمي، مصر اظن قراته، انا ما اشتغلت بمصر بس ربما يصححوا لي الاخوه اللي عم يتابعونا، اظن من 2008 صار الموضوع قانون رسمي بمصر، يعني ما عاد الموضوع في اهدرات. سوريا حقيقه ما فيها قانون الموت الدماغي لحد التعريف القانوني للموت في سوريا هو توقف القلب والتنفس وليس توقف الدماغ للاسف. تمام. من المهم أن نتذكر أنه التصريحات أو القوانين اللي بتطلع من مجمع الفقه الإسلامي هي غير ملزمة للدول، هي فقط سجستيف، يعني ما أنا يعني هي فقط تقترح ولكن غير ملزمة لأي أحد، على الرغم أنه هي مرجع صراحة ممتاز جدا، لأنه بتم بعد تداول كبير
تماما تماما يعني مثل ما قلت انه مجمع الفقه الاسلامي ما هو شخص يا جماعه، هو مجموعه فقهاء ومتمرسين وبيجيبوا خبراء، فقراراتهم ما بتكون قرارات عشوائيه. على كل هذا الموضوع مش موضوع جلستنا اليوم. دكتور مازن، لما بتشخص مريض بالعنايه المركزه بموت دماغي، هو بعده على جهاز التنفس الصناعي، هو بعده على الدواعم مثلا، بغض النظر شو الدواعم عم ياخذها، شو هو مصيره عاده؟ وقت بنشخص موت الدماغي بنحط التاريخ والتوقيت لهذا التشخيص، وهو بيكون توقيت الوفاة، وشهادة الوفاة تؤرخ ويحط عليها نوضع عليها الوقت اللي نحن شخصنا فيه، ويتم سحب الأجهزة والأدوية كلياتها بشكل قانوني. يعلم الأهل أنه مريض توفى إلا إذا كان في أمل أنه نعمل سحب للأعضاء أو تبرع حصد بالأعضاء. للأعضاء، تبرع تمام. بالأعضاء، فساعتها بنخبر طبعا شهادة الوفاة بتضل بنفس التاريخ والتوقيت، لكنه يتم متابعة الدواعم حتى يتم إذا وافقوا الأهل على موضوع التبرع بالأعضاء فيتم دعم المريض حتى يتم ذلك، لكنه المريض يعتبر متوفى إذا ما في تبرع بالأعضاء، فالمطلوب تسريع عملية إزالة الأجهزة. ممكن نخليها ساعة ساعتين ثلاثة لبين ما الأهل يقدروا يستوعبوا الموضوع ويشوفوا إذا حدا بده يجي يشوفه قبل ما نسحب الأجهزة. طيب، هذا الكلام بحالة الموت الدماغي اللي هو مثل ما اتفقنا هو موت حقيقي وما في نقاش أخلاقي بالموضوع، ما بعرف إذا باسل عنده أي إنه أخلاقيا منشين ما منشين، لا هو موت حقيقي، وعبارة بالعكس ربما هون الأجهزة اللي حاطين عليه هي ما تتناسب مع كرامة الميت حقيقة، أنت عم تعذب أو ما في عذاب إنه هو أصلا ميت، بس هو ما بيتناسب مع إنه إكرام الميت دفنه حقيقة. صحيح، هو الخلاف الأخلاقي اللي بصير عادة هو اللي صراحة اللي صار عبر الزمن، يعني هلا حاليا ما كثير بنشوفه، هو أثناء الاتفاق على الكرايتيريا تبعية الموت الدماغي، بس مجرد ما نحن نتفق عليها، لأنه كل فترة وفترة بيتم إعادة تقييمها، بضيف كرايتيريا جديدة أو بينقصوا شيء، فهي أثناء عادة بتكون مشاكل خلاف، ولكن بالوقت الحالي يعني طالما في اتفاق شبه مجمع عليه ما بين أطباء العصبية وأطباء العناية، يعني صراحة الخلافات شوي خفت بهاي الناحية. طيب، سؤالي بقى دكتور مازن، هل نحن بحاجة دوما لحدوث الموت الدماغي؟ بمعنى آخر أن وظائف الدماغ تتوقف تماما، وظائف جذع الدماغ تتوقف تماما، لحتى نقول أنه هذا المريض هو ميت، هو بحكم الميت، ما في عندنا درجة أذية من نقص الأكسجة، أو خلينا نقول الأذية الدماغية، بتخلينا نقول أنه فعلا هذا المريض وإن كان ما هو ما بينطبق على تعريف الموت الدماغي، بس هو انذاره او توقع الاوتكم او النتائج تبعه سيء جدا، وبالتالي لازم نفكر بانه لا له حل، يعني لازم نفكر بطريقه ثانيه عن الانسان العادي اللي هو دماغه سليم. لا، مثل ما قلنا انه الحالات سريه بيواجهها الطبيب اولا الموت الدماغي، لكن قد يكون هناك تلف في الخلايا الدماغيه بسبب نقص اكسجين او بسبب اخر، يتم في تاذي كبير لوظائف الدماغ العليا دون تاذي جذع الدماغ، فالمريض ممكن يكون بحالة عصبية متباينة متفاوتة، تبدأ من حالة نباتية يعني فقط تنفس ونبض بدون أي وظائف عليا، وممكن تتدرج إلى أن يكون هناك حالة خفيفة من الاستجابة لبعض التنبيهات الخارجية. هلا هون لا يتم تشخيص الموت، هذه الحالة ما هي موت الشخص، وإنما هي حالة تستدعي اتخاذ قرار بناء على الإنذار السيء المترافق مع هذه الحالات. طبعا إذا كانت حالة تغيب وعي مع استجابة خفيفة هذه إنذار جيد، بينما إذا كانت حالة نباتية فهذه إنذار سيء. بالمقابل كمان في عندنا حالات ثانية تستدعي اتخاذ قرار بنفس المستوى، بتنجمل نحو بنفس البوتقة، هي حالات اللي ما فيها تأذي بالدماغ لكنه تأذي عدة أعضاء موجودة في الجسم، مالتي أورجان سيستم فيلير، إنذاره سيء جدا، نسبة الوفيات عالية جدا، أو أن يكون هناك حالة سرطان منتشر
في الجسم، ومعروف أنه حيؤدي إلى تأذي في الأعضاء مختلفة، وبالتالي إنذار سيء، أو أن يكون تأذي عضو واحد لكنه يحتاج إلى الدعم الحياتي مدى الحياة، مثلا مرضى السي أو بي دي أو انتفاخ الرئة، التهاب القصبات المزمن، اللي بوصلوا لمرحلة بيعتمدوا فيها على الأكسجين، وبعد منها صار في عندهم اعتماد على أجهزة التنفس الاصطناعي. هذا الشيء يتطلب اتخاذ قرار، هون تدخل الأخلاقيات الطبية، وبيفيدنا دكتور باسل هلا بشكل كبير لحتى نحط هالقرار هذا في مبادئ لهالشيء. هذا نحكي فيه بتصور اليوم. طيب خلينا ناخذ وحده وحده. ذكرت في البدايه انه في عندك حالات ما يكون في صافي موت دماغي، بس بيكون في نقص اكسجه او اذيه شديده بالدماغ. خلينا نضرب مثال عليها، مثلا لو انا خطر ببالي هو انعاش قلبي مطول، يعني كانت الطبيب اللي عم ينعش بقلبه رب مثل ما بيقولوا، فقعد ساعه كامله عم ينعش والقلب ما عم يستجيب طوال هالساعه، فبالاخير استجاب، رجع النبض، القلب ينبض، بس بعد ساعه كامله من نقص الاكسجه. بهالحاله انت يعني هاي الحاله احد الامثله، صحيح ولا انا غلطان؟ يعني هو ما عنده موت دماغي هلا، بعده لسه في عنده علامات، ربما بيتنفس عفويا مثلا، ربما عنده بعض من الانعكاسات موجوده، بس خليني اقول 90% من دماغه راح بسبب هالنقص الاكسجين الشديد. هي حاله من الحالات اللي ما هي موت دماغي، والا هي نقص اكسجين شديد او تلف شديد بالدماغ، صحيح؟ صحيح، بس أنا ما بدي استعمل موضوع 90% من الدماغ، أنا انا بدي أفرق بين جذع الدماغ وبين الوظائف العليا للدماغ. هذا مريض عنده أناكسيك إنجري، طبعا الله يسامحه الطبيب اللي ضل يعمل له ريسوسيتيشن لمدة 60 دقيقة. بيعملوها والله يا مازن، دكتور مازن بيعملها، بتعرف هذا نعم، الشيء انت للاسف بيعملوها. المرضى اللي بيصير عندي منهم توقف بالقلب، الإنذار الجيد يترافق مع 3 شغلات. واحدة البدء بالإنعاش بسرعة، وبالتالي مشان هيك المرضى اللي بوقف قلبه بالمستشفى إنذاره أفضل من اللي بوقف برات المستشفى. 2، عودة النظم الذاتي خلال أول 10 دقائق، صحيح. إذا تأخر عن هالشي هاد فالإنذار سيء. والعنصر الثالث يكون سبب التوقف هو رجفان بطيني. هدول 3 شغلات إذا غابوا عن بعضهم، الثلاثة كلهم ما كانوا موجودين في الحالة اللي حكيتها، نسبة إنه يرجع المريض هي فقط 1 إلى 2%. طيب هي بحالة الأذية العصبية، خلينا نكمل الأمثلة اللي ضربتها حضرتك، اللي هي المولتي أورجان فيلير أو قصور الأعضاء المتعدد. اللي شو هي الأعضاء اللي ممكن تفشل؟ مثلا أعطيني مثال عن 3 أعضاء فشلوا مع بعض والمريض هلأ بحالة بسموه حرجة كريتيكال. يعني مرضى اللي عندهم صدمات مختلفة، سواء كان صدمات إنتانية، أو صدمة قلبية. قلبية، صدمة نقص حجم، تروية الأعضاء تتأذى، وبالتالي ممكن الأعضاء يتم فيها قصور، تبدأ بالكلية وتمتد إلى أعضاء مختلفة فمثلا بالجسم. قصور الكلية هي أحد الأعضاء، رقم 2 أحد الأعضاء، 2، القلب، قصور في مثلا، القلب، قصور في الجهاز التنفسي، تنفس صناعي رقم ثلاثة، 3 نعم، 4، قصور في الكبد، ممكن، صحيح. و5، جهاز الدواعم القلبية، قصور الدوران معتبر فيلر، صحيح أحد الأعضاء هذا، قصور الدوران هو تمام. الفاسكولار كولابس، هو فيلير كمان. يعني لو مريض على نعم، بريسورز على دواعم وعنده جهاز تنفس صناعي وعنده قصور كلوي، هي 3 أعضاء حقيقة، ضيف عليها ممكن صحيح، الكبد، ممكن الدماغ إذا في عندك أذية دماغية، ممكن مثلا نعم، أعرض، نقي العظم، نقي صحيح، العظم، و نعم، والجهاز الصفائح الهضمي، مثلا. كمان قصور الجهاز طيب الهضمي. هدول المرضى لو إنه هن عندهم قصور أعضاء متعدد وصار عنده توقف قلب، شو نسبة نجاح الإنعاش عند هدول المرضى؟ فينك تعطي نسبة؟ يعني هدول خلينا نقول نحن المرضى اللي طبعا هو بالمستشفى قاعد، على المنفس وحيكون هو سبب المنفسة وحيوقف القلب تبعيته، السبب التوقف القلب حيكون غالبا هو الاي سيستولي او بي اي. أو هبوط ضغط مثلا، أو يا شو البي اي بالعربي ترجمتها؟ البلسلس إلكتريكال أكتيفيتي، الفعالية الكهربائية غير المترافقة بدون مع النبض، مع تمام. النبض، ايوه، بوجود، يعني اذا رجع اول مره حيعمل مره ثانيه توقف في القلب، وعنده قصور أعضاء متعددة، أنا بقول لك إنه نسبة الوفيات تبعيته 99% وما يزيد. هلا باسل ما حيعجبه هالكلام، باسل هو البيشنت ادفوكيت، بيقول لك بدي 100% لحتى تقول تضمن انه هذا ما لازم تنعشه، مزبوط يا باسل ولا لا؟
مو انا اللي بدي 100%، عادة اهل المريض اللي بدهم اياها او المريض طيب يا نفسه. دكتور مازن، يا دكتور مازن، انت وانا وهو عندنا علم بالغيب، نقدر نضمن 100%؟ يعني انت فينك يا دكتور مازن تقول اني والله المريض اللي عنده كذا وكذا وكذا الحاله اللي ذكرتها 100% ما حيستجيب للانعاش؟ تقدر تقول هالكلام هذا؟ لا لا، شوف نحن هون نحكي على الدرجات، تبدأ من اليقين اللي بدهم اياه الاهل اللي هو 100%، هذا اليقين غير موجود، نحن معنا علم الغيب صحيح. وتمر بامور ظنيه. هذه الامور كلها هي ظنيه مبنيه على دراسات واحتمالات وخبرات سابقه، بعدين بتيجي تحت منا الشك والوهم. فنحن مجالنا الطبي هو محصور بين اليقين والظن، لكنه تقريبا اليقين معدوم بكل شيء موجود عندنا من ناحية prediction لشو بده يصير. أنا ما بقدر أقول لك إنه هذا المريض 100% حيموت، ما حدا بيقدر يقول لكن هالكلام يعني، وهذا الشيء نعم. اذا بدنا نعتمد 100% ما حدا بيقدر يقول هالكلام صراحة، فنحن وبالتالي ما نحن حدا نعمل شيء. نتجنب، تمام، نتجنب مع الأهل وقت نجلس معهم نتجنب هالشيء هذا، لأنه كمان بنفس الوقت خلال فترة حياتي أنا حطيت مرضى دي إن آر وقلنا لهم الأهل إنه ما في احتمال إنه يطلع منه، ومجرد ما وقفنا كل شيء ارتفع الضغط وبلش أنا شايف هالمرضى المريض صراحة، حسن. شايف فهذا الشيء مشان نحن كلياتنا أطباء اللي عم تسمعنا، ما هذا الشيء مو غريب يعني إنه بيتحسن، مشان هيك خلينا نكون حذرين جدا. إذا ما عندي أنا مرض مثل موت الدماغ 100%، أعرف إنه هذا التعريف الدنيوي تبعه. طبعا أنا ما بحكي على تعريف الموت وظهور الروح، أنا ما أعرف إيمت بالضبط بتطلع روحه هذا الشخص، هذا من علم رب العالمين، لكنه كالتعريف اللي حطيناه نحن الدنيوي بالنسبة لنا هذا تعريف 100% موت للشخص، وقانونيا أنا أستطيع سحب الأجهزة. بينما مشان هيك انا حصرت كل الحالات الثانيه قلت انه يحتاج الى اتخاذ قرار. هذا قرار مبني على اعطاء المعلومات للاهل، واحد عن حاله طبيه، مبني على اثنين الاجراءات القانونيه في البلد المعين، وثلاثه على الاخلاقيات الطبيه والكلتشر والباك جراوند تبعيت الاهل والديانه تبعيتهم، شو شيء متقبل لهم ولا لا. طبعا يتطلب هالشهاده، معناتها انه في عندنا جهاز طبي قادر على انه يكمل بالمعالجات الطبيه اذا اتخذ قرار لاتمام هذه المعالجات الطبيه. طيب انا برجع لمثالي اللي ذكرته، وحاب انبه نقطه او ذكر نقطه او شوف اسمع رايي فيها، انه اذا مريض على جهاز تنفس صناعي حاليا وهو بقصور اعضاء متعدد، عم ياخذ اكسجين خلينا نقول 80%، ما حقول 100%، 80% اكسجين، وعم ياخذ 3 دواعم للقلب مثلا او داعمين للقلب بجرعات العاليه، وعم تعمل له غسيل كليه مستمر، ورغم هذا الشيء هو صدمة إنسانية خليني أقول مثلا، ما عم يستجيب وبلش ضغطه ينزل لحد ما توقف قلبه. طيب أنا لو بدي أنعشه، أنا شو في عندي شيء إضافي غير اللي كنت عم أقدمه أصلا لحتى أني أقول أني والله في احتمال يستجيب أكثر؟ يعني وضحت النقطة تمام. معي، أنه إذا أنت عم تقدم له كل شيء يا جماعة، كل ما عم يتقدم له. فلاحظ شلون نحن عم نتخذ قرار عند توقف القلب، ما أنا عم نتخذ قرار برفع الأجهزة عنه، صحيح صحيح، لأنه بدي أقول لك إنه هذا المريض ما في عنده سبب غير رجعي للصدمة، هذه صدمة إنسانية سببها ريفرسبل رجعي، ممكن عالج وممكن الأعضاء تتحسن أنا الأعضاء معالج تمام. تماما. بينما إذا تطورت الحالة وصور أعضاء متعددة وتطورت الحالة وجوابي كان إذا توقف القلب شو احتمالية إنه يرجع، هو أقل من 1%، ولو رجع حيقف قلبه مرة ثانية بعد منها، أو حيؤدي إلى أذية دماغية ساعتها تضاف إلى الأذيات الموجودة في الجسم وبالتالي تسوء من الحالة. هلا انا رح اضرب سيناريو ثاني، انا بحاول بس مشان نكون يعني محايد، انه نفس المريض نفسه لو صار خطا اثناء نقله مثلا وانشال جهاز التنفس عنده يعني فصل، وصار بسبب نقص اكسجين وتوقف قلبه، انا هون صار في خطا وقابل، ما رح اقول قابل للاستعاده، بس ما اني والله هو تدهورت حالته لسبب توقف القلب، والله العليم. وانا مره ثانيه لو كنت انا اللي عم انقل المريض وصار معي هذا الموقف حانعشه، رغم بعرف انه هو حالته صعبه جدا، بس والله العليم انه هو سببه نقص الاكسجين العابر خليني اقول، لانه شلت الجهاز وهو على مثلا 80% او كذا، فلو انعشته والله العليم ممكن لسه، لانه هو مثل ما قال سبب قابل للعلاج، الصدمه الثانيه بعدها عم تاخذ مصادات حيويه وعم يستجيب،
معي ولا لا؟ يعني فرق بين اني والله هو عم يتدهور لحاله لدرجه انه وقف قلبه، ولا انه هو صار خطا اثناء نقله مثلا او كذا وانفصل عن الجهاز مثلا وهذا السبب كان توقف قلبه، ربما هذا الفرق بين الحالتين، معي ولا لا؟ نعم صحيح. طيب انا هون بحب ابدا بسؤال ثاني، ربما هذا بيقودنا لسؤال ثاني. انت ذكرت بامثلتك انه في سرطان منتشر وغير قابل للعلاج، او خليني اقول مثلا مثال ثاني، مرض عصبي مثلا هو اصلا مثلا الاي ال اس مثلا هو بمراحل متقدمه، الامراض اللي هي اصلا امراض خلينا نقول التيرمينال النس، شو هو الفرق بين الكريتيكال النس اللي هو المرض الشديد مقابل التيرمينال النس اللي هو المرض النهائي اللي هو بسموه الفقهيه مثلا مرض الموت بسموه؟ يعني الكريتيكال إلنس هو حالة حادة طرأت على المريض بسبب إما رد تروما أو إنتان أو أي حالة طارئة أدت إلى تأذي قد يكون مؤقت، يمكن بالمعالجات الداعمة، مشان هيك وجد اختصاصنا. يعني هذه المعالجات تؤدي إلى شفاء المريض وبالتالي عودته إلى الحياة الطبيعية. هلا ممكن يكون في درجات متفاوتة من الشفاء، لكن الأمل أنه يعود إلى الحياة الطبيعية، هذا هو الغاية الأساسية من العناية المركزة. بينما في عنا حالات، خليني أفرق بالمثال اللي أعطيته، في عنا حالات إنذارة سيء حيث تؤدي إلى الوفاة، حتى لو حطينا المريض على أجهزة الدعم الاصطناعي مثل حالة السرطان المنتشر غير المستجيب على المعالجات الكيماوية، ولا يوجد أي خط ثاني علاجي لهالمرضى. هذول المرضى حتى لو حطيتهم على الأجهزة التنفس الاصطناعي حيؤدي إلى تدهور حالة المريض وحيموت على الجهاز الاصطناعي. بينما في عندي مني أمراض ثانية هي أمراض مزمنة أدت إلى قصور في وظيفة عضو من الأعضاء، مثل مثلاً ALS اللي حكيته. هذا المريض يؤدي إلى قصور في التنفس، لكنه ممكن أحطه على جهاز التنفس ويعيش سنوات إلى 20-30 سنة، إلا إذا حدث طارئ آخر أدى إلى تدهور الحالة، مثل مثلاً خثرات دموية أو إنتانات أو شيء. وهذا بيصير مع المرضى هذول على الغالب، بيصير إنتانات تانية وتتدهور الحالة أكثر ويمكن تؤدي إلى وفاته. بينما إنذار المرض بحد ذاته سيء من ناحية قصور على جهاز التنفس، إنذاره على الحياة متعلق بعوامل تانية قد تطرأ بسبب هذا المرض لكنه مو مباشرة منه. طيب انا بحب اسمع تعليق من باسل على هذا الكلام، انه انت مريض التيرمينال النس هو مريض سرطان مثلا درجه رابعه غير مستجيب للعلاج الكيماوي، اخذ اول خط بنسميه وثاني خط وثالث خط، وصل لمرحله انه ما عاد استجاب. فمثل ما عم حكيت حضرتك انه هذا وضعه على جهاز التنفس راح ربما يمد بعمره ساعات او ايام، وبالنهايه هو حيكون المرض حيقضي عليه. باسل هذا ما هو زياده شو بنسموه نحن زيادة معاناة للمريض، إنه تعذيب للمريض بحد بمعنى آخر؟ نعم تماما. هلا طبعا نحن يعني رفع المعاناه على المريض هو هدف دائما لنا. هلا بس بدي اوضح شغله، انه عملنا كاخلاق بالاخلاق الطبيه مو دائما الهدف منه هو اطاله حياه المريض، بالعكس نحن رفع المعاناه هي فعليا على قدر المساواه. فقبل اتخاذ اي اجراء نحن دائما بنسال شو الفائده منه، شو الهدف منه لهذا الاجراء، شو منفعه المريض منه وشو الضرر اللي رح يصير عليه. وبنفس الوقت بدنا نتوافق، بدنا نحاول نوفق كل هدول، انه هذا عم يتم ضمن ارادته للمريض اللي هو عم ياخذها، او هو او الممثل الشخص الممثل عنه بعد ما يكون اخذ المعلومات الكافيه عنه. يعني هلا اذا بتجيني مثلا حاله، بتجينا كثير نحن حالات مثلا بتقول لك انه مثلا فعلا المريض متوقع الفريق الطبي انه يتوفى خلال 24 ساعه او 48 ساعه، والعائله عم تطلب مثلا اجراء معين، مثلا غسيل كلوي او اي شيء معين، او مثلا عمليه لاي شيء، يعني اي بروسيجر، ولكن يعني صراحة ما في هدف منها راح يكون مرجو منه إطالة عمر المريض او إزالة معاناته بشكل كبير. ف يعني بهيك حالة من غير الأخلاق انه نحن نعمل هذا الشيء او نسمح فيه. فنحن عادة بنوقف مع الفريق الطبي اللي بيقول انه نحن المفروض ما نتدخل بهيك شيء، ولكن بنفس الوقت في عندك إجراءات ممكن الفريق الطبي بيشوفها انه هي زيادة معاناة للمريض. ولكن المريض مثلا عندك مريض جايك انت هو اساسا مثلا عنده وضعه جدا سيء، عنده مثلا التهاب كبد مزمن او عنده فشل كلوي مزمن ودخل على المستشفى،
وكبير بالعمر مثلا 70 او 80 سنه، فريق الطب ممكن يقول لك اخي نحن السي بي ار او النعاش القلبي ممكن يؤدي الى كسر اضلاعه، ممكن يؤدي الى شيء، ولكن يعني هذا رح يكون امر صعب جدا عليه. ولكن بنفس الوقت في هدف منه، انه في حال يعني في فرصه، بسال الاي سي يو اتندنج بيقول لي انه في ريزونبل تشانس، انه فرصه جيده انه هذا المريض يرجع لحياته، يرجع للي هو دخل عليه فيه، دخل على المستشفى فيه، يعني ممكن في حال توقف قلبه يرجع لحالته الطبيعيه. فهون انا ما فيني اقول مثلا لا يا اخي لا تعمل هذا الاجراء، يعني هون ممكن نستحمل معاناه المريض بهدف اكبر هو اطاله عمره، لانه هو هي اساسا رغبته. بدي ركز كثير عليها، انه هي رغبه المريض ليست رغبتنا وليست رغبه الفريق الطبي. طيب بس انت جاوبت عن سؤال ما اساله اللي هو الكيوريتيف فيرسس باليتيف، انه نحن مو دائما علاجاتنا هي علاجات شافيه، يعني مو دائما الطب هدف تقديم الدواء انك انت تشفي المرض المعين، احيانا كثير وجزء كثير من علاجاتنا هي باليتيف، هي علاج تلطيفي. ما اعرف دكتور مازن اذا بالعنايه نحن شو هي كانت العلاجات التلطيفيه بنقدمها، بس صراحه ما بيخطر ببالي صراحه، فينك تعطيني اضاءه انه الكيوريتيف فيرسس الباليتيف. لا، نحن خلينا نقول التوجه العام للمريض يكون كيرتف، كل شيء عم نساويه هو الشفاء لشفائه، إلا إذا تم اتخاذ قرار إنه نحن بدنا نحول الجولز تبعيتنا والأهداف من كيرتف إلى باليتف، ساعتها توقف العلاجات الانفيزف المعطاية للمريض انفيزف كلياتها، من الدواعم ومن مضادات الالتهاب ومن كل شيء ما عدا الأدوية التي تقلل من معاناة المريض إذا ظهرت علينا أي أعراض تدل على هالشيء هذا. يعني عم نعطي للمريض الفنتانيل إضافة للميدازولام وفقط، بيكون الهدف تبعيتنا هو مراعاة المريض بأعراضه اللي ممكن تسبب له ألم أو معاناة. فهذا الباليتف اللي عندنا ما في شيء بالنص، إنه والله أنا ممكن انه اسحب شيء معين. وطبعا ممكن نتكلم على موضوع التغذيه في خلاف من ولايه اختلاف كبير لاخرى عليه حتى، صحيح. لكنه بشكل عام هذا هو الغايه تبعيتنا احنا ايمت ما اتخذ القرار، لانه يعني ما عاد انت ما وصلنا بالنص ما عاد في يعني هدف. اذا انا مريض مثلا عملت له نصف الشغلات المطلوبه ما ممكن اوصل للنتيجه. طيب اسمح لي بقى باعتراض او بسؤال، يعني بكونه موضوعك ما شاء الله انت هي شغلتك. هلا نحن علاجاتنا بالعنايه مثل ما بتعرف، سواء بكثير تداخلات نعملها وبالعنايه في ما شاء الله يعني الدراسات تبع اللي بنعمل بالعنايه دراسات كبيره 800 مريض و1000 مريض واكثر من هيك، وبيقول لك بأخي في سرفايفل بينيفيت او ما في سرفايفل بينيفيت، مثلا هذا زي نقص الموتاتي هذا ما نقص الموتاتي. وانا لما كنت بالعناية صراحة كثير أدوية أو علاجات كنا نعترض عليها ونقول ما بيمشي الحال أو ما بدي يطبقه لأنه ما في سرفايفل بينيفيت. هل نحن دائما لازم نطلع على السرفايفل بينيفيت؟ يعني أنا رح أسألك سؤال بسيط، العناية مثل ما بتعرف معظم مرضانا صراحة في جزء منيح منهم سيبتيك شوك وجزء منيح منهم حيكون عندهم فيفر حقيقة، على حد علمي وما بعرف اذا بتصلح لي انه ما في علاج بنقص الحراره يعني باراسيتامول وبيسوي بنقص الموتاليتي، ابدا هذا الحكي مو موجود، صحيح ولا لا؟ هل انت يعني هل انت بتشجع، خليني اقول لو انه اذا يعني ممرضه اتصلت فيك بالليل المريض عندي حرارته 39، المريض خليني اقول صاحي ما حقول منبه على فنتيليشن مثلا وعلى سيديشن، هل انت حيكون عندك نفس الحماس لانك تنزل له حرارته مثله مثل المريض اللي بدك تعطيه مثلا الدواء الفلاني اللي بينقص المورتاليتي وكذا وكذا؟ شو تعليقك على هاي النقطة؟ لا طبعا، يعني اول شيء كل الاجراءات اللي بنساويها بالعنايه هي ايفيدنس بيست، evidence لكن based قد outcome هو survival. يعني ممكن تكون الاوتكم سرفايفل او مكث بالعنايه او تخفيف من معاناه المريض بشكل او باخر. ففي عده عناصر للاوتكم اللي نطلع عليها، لكن لازم يكون كل شيء عم نساويه بالعناية مبني على نتائج البحث أو الـ Evidence Based Medicine، الطب المستند على الدليل. لكن ممكن يكون ببعض الإجراءات ما موجودة الدراسات الكافية اللي بتعطيني توجه معين نحو شو بدي ساوي بالحالة هذه. فهون بنعتمد على مستوى أقل من الطب المعتمد على الدليل، وقد يكون هناك كمان خبرة شخصية. لك نحن باعتبار غابة الدراسات عنا
الشيء اللي مساوي بهالشكل هذا. لكن البروتوكولات تبع المستشفى، وهون ضروري كثير نقول انه اذا كان موجه الحلقه هذه نحو سوريا فالنقاش بيكون شوي مختلف، لانه حقيقه ما في بروتوكولات معينه واضحه بالمشافي بوليسيز. يعني مثلا من عندنا بالعنايه عندنا مثلا في عندنا بروتوكول الحراره حاطين فيه تماما شو لازم يصير للمريض اذا ارتفعت حرارته 1 2 3، سواء كان هذا الشيء معتمد على مستوى عالي من الأفيدنس أو لا، قررنا أنه نساوي بهالشكل هذا. طيب وهذا اللي يسموه دكتور تصديقا لكلامك ستاندرد اوف كير، يعني حتى لو ما عندك أنت أفيدنس ماشي عليه، ولكن هذا الستاندرد اللي أنت متفق عليه مع الخبراء الآخرين، وأنت if you meet it يعني هذا اللي هذا المطلوب منك بالنسبة للمريض. طيب نحن اي مريض بنقبل للمشفى، خلينا نحكي بامريكا كونه لاتنا بامريكا، اي مريض بنقبل للمشفى فهو واحد عنده 3 حالات بنسميها، اما هو فول كود او هو نو كود او هو كومفورت كير. كلامي صحيح ولا انا غلطان؟ لا خلينا نقول انه هو حيفوت على المستشفى يعني قصدي ماشي نايم على بالمشفى، ماشي على رجليه المريض. لا قصدي انه هو اي مريض نايم بالمشفى، ما عم بقول انه فات على المشفى، هو نايم بالمشفى حاليا يعني بيكون خليني انا اقول الكومفورت از ا ديسيجن، هو قرار يتخذ على مريض بسبب حالة معينة. انا ما سالت ليش اتخذ، بس عم احكي لانه بس بدي افصل شو معنات التفاصيل الثلاثه، انه هو اما فول كود او نو كود، عم احكي مريض نايم بالمشفى او هو كومفورت كير. فشو معنات التعريفات الثلاثه؟ الفول كود ايش معناها دكتور مازن؟ يعني الفول كود معناتها اذا حدث توقف للقلب او التنفس سيتم اطلاق انذار في المستشفى. بامريكا بسموه كود بلو، او ممكن يكون له اسم مختلف احيانا ببعض المشافي، بس معظمها هو كود بلو، ويتم حضور فريق كامل لانعاش المريض. يتم في تمسيد القلب واعطاء ادويه مثل الادرينالين، اضافه الى تنبيب المريض واجراء الصدمات اذا كان بحاجه للصدمات. هذا المريض هو فول كود. هذا الحكي بس ما انت جاوبت عن الانعاش، بس كون الانعاش حيتقدم له معناته كل العلاجات اللي تحت الانعاش اللي هي سواء غسيل كلوي يحتاج، سواء مضادات حيويه اخذ، كل العلاجات حتتقدم له، ما حيمنع عنه اي علاج وفق الستاندرد اوف كير مثل ما قال ابدا باسل. مزبوط يا ابدا باسل؟ صحيح. طيب ايش معناته النو كود او الدي ان ار؟ هلا هذا الدي ان ار هو مريض يتقدم له كل العلاجات التي ذكرتها بدون استثناء. يعني ينفصل موضوع الكود نفسه الدي ان ار عن اي علاجات اخرى، علاجات اخرى ياخذها المريض بالكامل، ما عدا اذا حصل توقف للقلب او التنفس لا يتم انعاش المريض بالشيء اللي ذكرته. تمام، يعني الشغله الوحيده اللي ما بياخذها هو الانعاش، بمعنى اخر لو احتاج غسيل حنغسل له، لو صار معه التهاب بصدره حنعمل له معالجه للالتهاب، حياخد كامل العلاجات. ايش معنات الكومفورت كير معناتها؟ هلا الكومفورت كير هو ان احنا تم بسبب الحاله المتقدمه للمريض تم اتخاذ قرار انه نتحول اهدافنا من كيوراتيف، من شفائيه الى تلطيفية كومفورت تلطيفيه، نعم، لراحه المريض فقط. فهذا هو القرار المتخذ. فساعتها ما في كمان ماله هذا المريض ما بتساوي له كود، ما بتساوي له اس دي ان ار، إضافة لهالشيء هذا ما في أي إجراءات تانية بنساوي لها نحو الشفاء، وإنما هي فقط التلطيف. حقيقة لما بينتقل المريض للكومفورت كير أو بالياتيف، الكومفورت كير مش بالياتيف، كومفورت كير بسموها، حتى التحاليل ما بنعمله تحاليل، التصوير الصدري بتوقف، كل الإجراءات الأشعة بتوقف، الصادات الحية بتتوقف، بيبقى فقط اللي هي علاجات إذا كان الألم مثلا، وربما اذا يعني ما بعرف اذا كون انت اقرب له والبايبا في حاله زله تنفسيه، ما بعرف ابدا كان لا بارت لا اوف كومفورت او ابدا لا. لا لا مورفينات لا معناته لا بيجون المورفينات. المورفين اللي اذا كان في عنده زله تنفسيه، صعوبه بالتنفس او شيء من هذا، يتم تهدئه هالشيء عن طريق تثبيت المركز التنفسي بالمورفين او الفنتانيل بدون طبعا وجود اي اجهزه ثانيه. طبعا باسل حيطلع شو حيقول باسل بهالكلام هذا، شو نحن عم نكون هدفنا لما نعطي مورفين لهدول المرضى اللي عندهم زله تنفسيه؟ فقط إراحتهم وتخفيف معاناتهم. بس هلا أنا شو بس هذا الدبل دكترين؟ صح ولا لا؟ هذا في شيء ثاني، في شيء اسمه دبل دكترين
ستاندر او الدكتور اوف دبل افكت. تمام هلا بشرحه، بس في شغله بس بدي اعقب عليها. مثل ما قال الدكتور مازن، دي ان ار لا تساوي ابدا التوقف عن العلاج او منع العلاج، وهي نقطه جدا مهمه نحن لما نشرحها للمريض، وحتى بين الاطباء بيعرفوه، ولكن كثير مهمه اثناء الشرح للمريض. لا، يعني دي ان ار ليست رخصه لعدم اعطاء العلاج. يعني في كثير مرضى، اكيد دكتور مازن بيشوف هالشيء بشكل يومي، لما بتقول له نحن بنعمل دي ان ار ممكن يقول لك يعني انتم ليش بدكم توقفوا علاج اهلي او ليش بدكم توقفوا علاج المريض؟ فكثير من المهم انك توضح له، تقول له دي ان ار يعني عدم انعاش وليس عدم اعطاء العلاج. هلا حقيقة حقيقة هذا الكلام بأمريكا واضح وصريح، يعني بأمريكا مرة ثانية يا إما المريض هو دي إن آر أو إذا بدك توقف العلاجات عنه هو كومفورت كير، ما هو دي إن آر فقط، يعني دي إن آر فقط مثل ما قلنا هو بيمنع الإنعاش القلبي. دكتور مازن أنت اشتغلت بالسعودية فترة منيحة، ما بعرف إذا كان أنا اشتغلت بالحرس وبفهد التخصصي بالدمام، أنت اشتغلت بالفيصل. هل في فرق عنده بين دي إن آر والكومفورت كير؟ حقيقة كان عندنا مشكلة بهذا الموضوع، يعني دي إن آر بالسعودية كان شوي هذه حقيقة، ولا شو تعليقك على هذا الكلام؟ يعني الكومفورت كير بمعناها اللي معروف هو بأمريكا غير موجودة في السعودية. خلال ممارستي أنا 13 سنة لم يتم سحب الأجهزة عن أي مريض، فهذا المبدأ صعب تقبله بعد وضع الأجهزة، بينما يتم تقبله قبل وضع الأجهزة، انه اسهل على الاهل اتخاذ القرار. مشان هيك كثير ضروره بالاطباء الممارسين هنيك. بس كان في عندهم اوفيشالي كان في تعبير اسمه الكومفورت كير، انا هي المشكله موجود صراحه التعبير، موجوده نعم كانت موجود التعبير انه نحن ممكن نعمل withdrawal of care، ازاله العلاجات واجراء comfort care من ناحيه على البوليسيز تبعيه المستشفى، موجوده هالشيء، لكنه تطبيق هالشيء هذا عمليا اكيد اللي اشتغل بالسعوديه بيعرف، أنا ما كان في عنا نجاح ولا بحالة إنه نقنع الأهل إنه نرفع الأجهزة عن المريض. صحيح. فمن هون تجي التعريفات بين إيقاف العلاجات وبين الكومفورت كير، اللي هي متابعة الترمينال وينينج مثلا. هذا الأنبوب بحياتنا ما سحبنا في السعودية. طيب انا بحكي قبل، انا مريض اجاك على الطوارئ هو موقع دي ان ار، فعدم وضع المريض على الأجهزة هذا قرار أسهل من قرار ما هو هون رفع المشكله الأجهزة. كانت تصير معانا صراحه، ما اذا انت من طرفكم كان مختلف الوضع، انه مريض موقع دي ان ار اصلا لسبب او لاخر بدون تفاصيل شو السبب. طيب هل هذا يعني عدم، اذا هو ما وقف قلبه هو جاي بحاجه تنبيب مثلا، هل هذا يعني عدم التنبيب؟ ما كان يذكر هذا الكلام بالفايل، ما موضح انه شو معناته الدي ان ار، دي ان ار معناته عدم الانعاش، بيجي بيطلع لك واحد لا لازم هذا تحطه على العنايه وتحط له تنفس صناعي، احنا ما دي ان ار معناته فقط الدي ان ار، فقط تمثيل القلب. بينما هو مثلا ما انكتب دي ان اي دونت انتوبيت، هذه انا عم حاول اوصلها. هلا لهالالتباس هذا بعض المشافي، وخصوصا كمان بامريكا هون، هلا بتقول لك دي ان ار دي ان اي، عشان ما يصير ايوه التباس بين انه دو نوت ريسوسيتيت ولا انتبيت. لكنه البوليسي تبعيت كين فيصل كانت تتضمن، موجوده بالكمبيوتر، بدك تعمل تشيك مارك على شو بدك تساوي فيها، تمام وبالتالي ما كان فيها مكتوب فيها واحد عدم تمسيد القلب، اثنين عدم إجراء تنبيب، وهذا الشيء موجود مطبوع بينعطى للأهل المريض أو للمريض إذا كان واعي، ويتم الموافقة عليه وطبيبين بدهم يوقعوا عليه ويتم وضعه بالإدبارة. وعند وجود الدي إن آر معناتها المريض لا بيتم تمسيد قلبه ولا بيتم تنبيبه إذا توقف القلب. طيب نحن خلينا بقى بالدي ان ار، ما دام دخلنا بهي التفاصيل بين امريكا وبين السعوديه، طبعا بسوريا ما في قرار رسمي او ما في قانون بينظم الدي ان ار حقيقه، للاسف انا بحكي لك من البراكتس تبع، ما اذا شفته انت هناك، قرار الدي ان ار هو قرار فردي حقيقه، بياخذه الطبيب المعالج انه بيشوف هذا المريض وضعه تعبان وما عاد استجاب للعلاج او انه وضعه مثلا سرطان او كذا، بس ما في اي توثيق، ما في اعلام للاهل، ما في قرار بينكتب الفايل، بمعنى اخر ممكن لاحقا بالمحكمه لو في محكمه جيده حقيقه بتقاضى هذا الطبيب، لانه عمليا انت ما في اي قانون بيحميك صراحه. الوضع بقول لك انا للامانه هذا الشيء اللي شفته ربما موجود بعده لهلا. مثلا الفرق بين الدي ان ار والكومفورت كير، انا مثلا وقعت دي ان ار معناته ما لازم انعش المريض، هيك المفروض قانونا هون مثلا، هل هذا يعني ايقاف المضادات الحيويه؟
انت اللي حتتوقف مضادات الحيوي، لازم تنقل المريض للكومفورت كير. ما بيصير تقول والله دي ان ار ومضادات، لا، المريض الدي ان ار بياخذ مضادات حيويه بعدنا. يعني نحن مره ثانيه مريضنا لما بيجينا على المشفى على رجليه او يعني تعبان، بيبدا فول كود، بياخذ كل العلاجات بمرحله ممكن يتوقع دي ان ار، يعني به لا لو بده توقف انعاش بمنع الانعاش عنه. اذا بدي اوقف عنه العلاجات لازم موقع الكومفورت كير او انقله للكومفورت كير. هذا الشيء للامانه شويه، يعني انا حتى بالسعوديه صراحه كان في عندنا مشكله فيه بين طيب، الدي ان ار والكومفورت كير حقيقه. يعني لازم يكون واضح تماما الانتقال completely two different decisions. الـ DNR يختلف عن إعطاء العلاجات. العلاجات هلا ممكن نحن نفوت مريض عنا على المستشفى ويكون DNR، لكن يتم معالجته ويخرج من المشفى على رجليه، بياخذ صحيح كل شيء علاجات صحيح وبيطلع برات المستشفى وبيضل ماشي، بروح على البيت ودي ان ار، وبيجي مره ثانيه ودي ان ار. ما هو كان من الانتقادات صراحة اللي كنت اسمعها من زملائي انه هذا مريض موقع دي ان ار من 10 سنين وليك وما مات، لكن ما مو ضروري يموت يا نعم، جماعة. دي ان لا ار لا يعني لا ابدا، فقط لو اذا توقف القلب لا يتم. تماما لا يعني انه لازم يموت اذا وقعته دي ان ار، وحتى العلاجات لسه بالضبط. بياخذها. طيب مين بتفضلوا مصطلح يا جماعة؟ عفوا بكذا تحكي لنا خليني شوي. بس خليني، انت ذكرت نقطة انا حبيت اعلق عليها على موضوع اتخاذ قرار بالسعودية وبسوريا وبامريكا، باعتبار اشتغلت بثلاث بلدان هذه. فخليني بس بتصور نقطة هامة جدا حتى اطباء يسعون من سوريا يعرفوا شو عم بيصير بلدان ثانية. بامريكا وظيفة الطبيب هو اعلام المريض او اهل المريض بالحالة الطبية، ويتم اتخاذ القرار من قبل المريض أو أهله بناء على معلومات الطبيب اللي أعطاهم إياها. وهناك إجراء سياسات في المستشفى في الولاية أو في الحكومة الفيدرالية تحمي الطبيب وتحمي المريض بنفس الوقت. الوضع في السعودية مختلف، القرار يتقع على عاتق الطبيب أكثر من المريض، وهذا كمان هو معظم الإفتاءات، أنه هو قرار يعود إلى الطبيب ويتطلب وجود طبيبين وببعض الدول ثلاثة أطباء للإقرار بأن هذا قرار يجب أن يتخذ. ليش المريض أو أهل المريض ما يتم إجمالهم بهالشيء؟ بسبب عدم وجود الوعي الصحي الكافي لفهم تعقيد هالموضوع هذا، لكن يجب إبلاغهم تمام بالإجراء اللي سواه، ويجب موافقته بناء على الثقة بالطبيب. هل لكنه يجب موافقتهم ولا هي إعلامهم حقيقة هلا هو بالسعودية؟ الشيء اللي عم يصير يجب إعلامهم بس على بالسياسات، المستشفى يجب إعلامهم، لكنه العملي تبعيتنا موافقته حقيقة يعني بتساوي تعقيدات أكثر. نحن بنحاول نضل دائما صحيح لحتى نحصل على الموافقة منهم. صحيح ويوجد قانون وسياسات تحمي الطبيب وتحمي المريض بنفس الوقت. في سوريا للأسف الطبيب بيقوم بكل شيء، هو اللي بده يساوي القرار، وإعلامه للمريض شوي مشوه، ماله بدرجة كافية بحيث أنه المريض صعب كتير يتقبل، في ثقة ضعيفة بين المريض وبين الطبيب بخصوص الأمر بنهاية الحياة. النقطة الثانية، لا يوجد قانون واضح أو سياسات مشافي توجه الطبيب نحو شلون لازم يتخذ قرار. وإذا صارت المشكلة، إذا المريض ما عجبه شيء أو شيء، بيروح على المحاكم وممكن يرفع دعوى على الطبيب، ولا يوجد من المحامين لحتى ناس تفهم بشلون بده يدافعوا على الطبيب هذا وشو هالليل. حقيقة الوضع مأساوي لدرجة كبيرة، إنه بصير الطبيب قلق باتخاذ أي قرار. أضف على هالشيء هاد هو الشيء اللي ذكرناه بالبداية، نحن حطينا فتوى من مجمع الفقه الإسلامي، لكنه أنا أوافق إنه روح اسأل مشايخها بدون ما ترجع للليل. المريض وقت بيشوف انه والله الطبيب عم يقول له ما بدي يساوي هالشيء هذا، بيروح بيسال مشايخه، بيسال صحيح صحيح الامام موجود عنده بالجامع، فبتاخذ اجوبه غير مبنيه على
امور علميه او شرعيه ما بيكون كافيه. متعمق دكتور مازن، انا بقول لك عن تجربه عمليه حقيقه، بيروح بيسال شخص امامهم بالصلاه، يعني هو شخص ما عنده بالضبط ثقافه عامه ولا بالضبط متعمق، وللاسف تمام الاجوبه بتكون وهو بياخذ كلامه نعم على انه هو الصح وبينسى كل شيء ممكن نخبره، يعني ما بيثق فيك انه انت عم تقول لك يا اخي في مجمع فقهي وكذا وكذا. طيب دكتور مازن، سؤالي لك وللدكتور باسل، المصطلح الافضل لحتى نعبر عن كلمه دي ان ار، دي ان ار دو نوت ريسوسيتيت، يعني لا تنعش، مين بتفضل تستخدم هذا المصطلح، ولا دي ان اي ار دو نوت اتمت ريسوسيتيشن، ولا ربما الافضل منه انا كنت عم اقول له لباس المره انه هذا ببريطانيا موجود، طلع عندي مشفاي موجود حاليا هو الاي ان دي allow natural death. بسمع منك وبسمع من باسل. يعني هو الكلمات المستعملة تبعية الدي ان ار تدل على أن هناك إجراء لازم يصير وأنا ما عم بسويه. تمام، يعني حرمت المريض من شيء. بالضبط. الإجراء التعبير الثاني الدي ان اي ار هو أنا خليني أشوف إذا كان أنا سويت إنعاش بيصير ولا لا، مستوى أقل لكنه ما حل المشكلة. بينما allow natural death خلينا نسمح بالموت الطبيعي متقبلة أكثر عند الناس. باسل بأمريكا شو هم رأيك باسل؟ بيحكوها أنا متقبلة كمان أكثر. بوافق دكتور مازن، أنا بالنسبة إلي and allow natural death هو أفضل شيء، بس المشكلة إنه الناس بتعرف دي إن آر عفوا دي إن إي آر أكثر من أي شيء ثاني، ففي فاميلياريتي أكثر فيها. فالفكرة إنه أنت إذا بدك تستعمل أي إن دي بدك تتأكد إنه الناس عارفانة شو هذا. هلا هو تقبله للمرضى أكيد الأي إن دي أفضل وأريح وبيخلوني يشعروا بذنب اقل. طيب خلينا بتخاف ننتقل للنقطة اللي بعدها مشان احنا بقينا ربع ساعة، أنا والله مستمتع جدا، ما بدي أطول أكثر من ساعة وبتمنى أطول أكثر من ساعة يعني. نحن صراحة الحلقة الماضية أخي باسل حكينا عن الإيثنيجيا، الأكتيف إيثنيجيا اللي هي القتل الرحيم أو القتل المباشر. هلا في تعليقات أجتني ولازم نجاوبها بهي الحلقة، هل الدي إن آر هو ريلي هو باسيف إيثنيجيا؟ لا، لأنه في فرق كتير كبير إنه باليوثينيجيا أنت عم تقوم بعمل حتى تنهي حياة المريض، بينما بالدي إن آر المريض هو أساساً في طريقه إلى الموت، فأنت فعلياً ما عم تتدخل، هو ليس باسيف يوثينيجيا، في فرق كتير كبير هون. يعني هون أنت فعلياً ما عملت ما قمت بإعطاء أي شيء للمريض ليودي بحياته، هو أساساً يعني رايح على ناتشرال كورس تبعه. في الواقع انت تدخلك كدي ان ار هو تدخل خارجي، فانت فعليا فقط ما عم تعمله هلا. فبرايي الامرين مختلفين جدا. طيب دكتور مازن شو تعليقك؟ يعني انا موضوع كلمه القتل سواء بشكل ايجابي او بشكل سلبي لازم تكون موارده في المعجم الطبي. لا هذا الشيء لا يوجد ممارسات طبيه ممكن تصل الى مستوى ان نقول أنه نحن عم نساهم بقتل المريض سواء بشكل رحيم أو بشكل متعمد. فطبعاً كلمة الباسيف يوثينيجيا اللي عم تستعمل هي أنه أنا عم بخلي المريض يموت بعدم إجراء شيء معين لحاله عم يموت، وبالتالي سحب الأجهزة تبعيته وإيقاف العلاجات اللي عم بعطيها هي عم تخليه يموت مريض. بينما ما هو قتل؟ طيب انا راح انا كلمة اعلق على قتل هالنقطه، بتلغى كليا، يعني هو موت طبيعي للمريض، لكن أنا ما تدخلت بإعاقة عملية الموت. أنا برأيي إنه وجود الأجهزة ستعيق الحدث الطبيعي للشخص وستؤخر وفاته، وبالتالي تجعل حدثية الموت حدثية صعبة مو بس على المريض وعلى أهل المريض. أنا رح أعلق على نقطة وأذكر بالحكي اللي من شوي ذكرته حضرتك، إنه مو دائما سحب الأجهزة حقيقة بيترافق مع الوفاة. مو دائما، إحنا ما بنعرف الغيب، يعني أنا بقول لك كطبيب زرع كلية، في جزء من أعضاء الأعضاء الدونيشن بيصير بيسموه البوست كاردياك ديث، يعني بعد وفاة القلب بيكون في أذية دماغية شديدة، فبيقرروا الأهل سحب الأجهزة وبصير التبرع بعد هذا الكلام، بينسحبوا الأجهزة والمريض ما بيموت وبالتالي بيروح على الكومفورت كير. بحياتي انا يعني كطبيب عنايه كثير حالات، وما بدي اقول وقفنا الاجهزه، نحن حددنا عملنا ليميتيشن وما صار وفاه بعدها.
مثلا مريض كان، انا بذكر يعني قصه، ما بدي اذكر قصص كثير يعني، ما بدي اضيع الوقت بالقصص، بس انه ما عملنا الانعاش، او الانعاش كان محدود ليميتد حقيقه، المريض عاش بعدها. فنحن مو معناته اذا سحبنا الاجهزه نحن واثقين انه حتصير الوفاه. هذا الحكي ابدا، نحن ما عندنا العلم الغيب ابدا، وبالتالي لا يمكن تساوي بين الحالتين. بعدين نقطه ثانيه، لو شخص جايني على رجليه لعندي وهو موقع حاله دي ان ار، هو بارادته طبعا، مثل ما ذكر دكتور مازن بامريكا هون المريض بنفسه بيوقع حاله، بمعنى اخر اذا المريض ما موافق او اهله ما موافقين، المريض لا يمكن توقيعه دي ان ار. انا جيت على رجلي وموقع حالي دي ان ار، وانا بكامل صحتي وعافيتي. اول شيء انت كطبيب بتقدر بتقدر تجبرني تعالجني، مثلا لو انا وقف قلبي بتقدر تجبرني تعمل لي دي ان ار، تعمل لي انعاش؟ ما بتقدر. طيب هل انا اثم شرعا مثلا اني انا كان في عندي فرصه اتعالج وانت ما عالجني، انا منعتك تعالجني اللي هو الانعاش، انا اثم ولا ماني اثم؟ عم تحكي عن المريض؟ انا عم احكي عن حالي، انا المريض وانت طبيبي، وانا قررت وقع حالي دي ان ار هلا، ورحت على طبيبي البرايمري كير وقعني دي ان ار مثلا، وانا بكامل صحتي وعافيتي، وجيت لعندك على المشفى وانا موقع حالي دي ان ار، وانا معي مشكله بسيطه جدا جدا، خليني اقول بدي يكون صار معي بوتاسيوم عالي او نزل، وصار رجفان بطيني خليني اقول، وانت ما انا قادر تعمل لي انعاش، وانا اخذ قراري بكامل مسؤوليتي، مين اللي بيتحمل مسؤوليه وفاتي، انا ولا انت؟ طيب يعني هون خلينا معناتها بدنا نفصل شوي. انا عم حاول بس ميزه عن الايوثنيجيا، عن القتل الرحيم الفرق يعني، كبير بيناتهم، يعني هذا ايه فرق انا كبير. انا هذا عم حاول اوصل الفكره، انه انا خلينا قرار الانعاش اليوثنيزيا دي ان هو ار، ايه؟ اليوثنيزيا هو انه مريض حالته ميؤوس منها، لكن خلينا نسرع بعملية الوفاة تبعه، تعطيه دواء، تعطيه بوتاسيوم، بيعطوه بوتاسيوم فبعطيه هذا قتل، وهذا بالولايات كلياتها الأمريكية يحاسب الطبيب عليه تمام، بكل غير العالم مقبول. تقريبا، بكل العالم تقريبا. بينما سحب الأجهزة عنه، بعض التعريفات أنه قالوا هذا باسيف يوثنيزيا، لكنه أنا برأيي هو عبارة عن عملية موت طبيعي للمريض. هلا النقطة اللي حكيتها حساسة جدا، موضوع اتخاذ القرار وقت المريض بيكون ما عنده مشكلة كبيرة ويتم توقف القلب بسبب رجفان ومريض دي ان ار. حقيقة هون على عاتق الطبيب ايضاح الفكرة هذه للمريض وقت بيتخذ قرار، اللي طول بالك وقت انت عم بتقول انه انا ما بدي اعمل دي ان ار، ما بدي ريسوسيتيشن، او بدي اعمل دي ان ار ما بدي ريسوسيتيشن، هذا يعني انه اذا تم توقف القلب لاي سبب، ممكن يكون عبارة عن ارتفاع بوتاسيوم مؤقت، يتوقف القلب، هذا بتعالج برجع طبيعي، فما بيعملوا لك انعاش. فهون صار مهمة الطبيب هو أن المريض يكون informed، يتم تعليمه، إعطائه المعلومات الكافية لحتى يتخذ القرار. إذا كان اتخذ القرار وبالتالي هذا أنا بشجع المريض يتخذ قرار ويكون في سبب قد يؤدي إلى توقف القلب، بالنسبة إلي هذا السبب مثل قصور قلب مزمن أو COPD أو شيء، ما بحب أحط مريض دي إن آر ما عنده سبب لتدهور حالته، لأنه ممكن يصير حالات طارئة، يصير عنده حادث سيارة، نزف المريض، بده ريسوسيتيشن، ممكن يتوقف القلب، أعطيه شوية في الفاليوم يتحسن يرجع طبيعي كله. فهون مهمة الطبيب انه نحن ما نخلي المريض يتخذ القرار هذا الا بناء على اسس تؤدي انه هالقرار هذا جيد اذا اتخذناه في الحاله هذه. جميل جدا، دكتور انت على مازن، فكره جاوبت عن سؤالي انت قبل ما اساله، انه هو افضل وقت لاتخاذ قرار الدي ان ار بالامراض المزمنه هو ما انتظر المريض ليوصل للعنايه، هو اني اخذه بالمكتب المريض بعده بصحته وعافيته، مش بصحته وعافيته، بعده بوعيه الكامل خلينا نقول، وقادر يتخذ القرار. مزبوط اخينا باسل؟ نعم صحيح. ودكتور مازن حكى كلمة جوهرية، إنه الطبيب لازم يخلي المريض informed، لازم يعلمه، ولكن ما لازم ياخذ القرار منه. هي كتير مهمة، احنا بنعلمه، بنعطيه كل المعلومات وبنشرح له كل شيء، وممكن حتى يعني نحاول نقنعه، مع العلم إنه في كتير ناس بتقول لك حتى اقناع انت لازم ما تقنعه، ولكن ما لازم اذا نحن اختلفنا مع المريض على هذا القرار إنه نحن نسرق القرار منه ونقول له لا، حتى وان انت عملت هيك نحن رح نعمل لك انعاش.
طيب انا عم حاول اكون التزم بوقت الساعه، واظن غطينا معظم النقاط، ما عاد عندي شيء احكي عن الدي ان ار شخصيا. دكتور مازن، شو بتحب توجهنا كنقطه أنا نهائيه؟ لسه بدي، إذا كان معنا شوي، لسه بدي أقول شغلة ممكن تساعدنا بالموضوع، لأنه تفضل. حقيقة هي بسمعنا بيقول أنا ضعت، أنا شلون بدي أتخذ قرار بناء على شو؟ يعني عم بحكي على البلاد الإسلامية، اتخاذ القرار مبني على المقاصد تبعية الشريعة تبعنا. المقصد الأول، هو أهم مقصد، هو الحفاظ على النفس. يعني ضمن كل مقصد في عنا ضرورة وفي عنا حاجة وفي عنا أمور كمالية. الضرورة هي الحفاظ على الحياة، الحاجة هي الحفاظ على الحياة مع عدم وجود معاناة، هي حاجة أقل من الضرورة. المقصد الثاني اللي له علاقة بالموضوع تبعيتنا هو مقصد حفظ المال، لأنه اللي أنا عم بيجيني عم بشوف من الاستشارات اللي بتجيني من سوريا، انه يا دكتور احنا بعنا البيت صحيح. ووقفنا اولاد على المدارس وما عاد في عندنا امكانيه، كله عم نحطهم للوالد عمره 85 سنه على اجهزه، قديش نخلي ايمتى نقيمه؟ فالمقصد الثاني حفظ المال. نعود الى المقصد الاول، حفظ النفس، مو بس النفس هو تبعيته، نفس مريض اخر. من هون مبدأ تجي العدالة، صح. اوقات المقارنه، وقت صار الزلزال تعرضوا اخواننا بالاطباء لمشاكل كثيره بهالشيء، انا مريض نحطه على الجهاز، انا مريض نقيمه، الريسورسز قليله. فهون بدي انا اقول انه بدي احافظ على النفس تبعية المريض، لكن ما يؤدي مو على حساب شخص اخر. هذه مقاصد الشريعه. المبادئ المستعمله بامريكا لاتخاذ القرار هو الاوتونومي بشكل واحد، ذاتية. الذاتية، إنه المريض بيساوي هالشيء. هذا الشيء له أهمية قليلة عند بالبلاد العربية تبعيتنا مثل ما قلت لك، لأنه المريض ما عنده الوعي الكافي لاتخاذ قرار مناسب له، فالطبيب عم بيقوم بهالمهمة هذه. الشيء الثاني هو نفس عدم الإيذاء، مقابله بالشريعة لا ضرر ولا ضرار. والمبدأ الثالث في أمريكا هو الجستس، العدالة الاجتماعية، العدالة بالتوزيع العناية الصحية بالحالات الطوارئ اللي حكينا عليها. والمبدأ الرابع هو الإحسان، إنه أنا بده يكون هالشيء هذا مساوي للمريض بشكل إنه تحسن حالته. إذا كان ما في تحسين حالته، ما في داعي لأنه يساوي هالشغلات هذه. هلا إذا كان الطبيب قاعد بيحط هالمبادئ هي الأساسية بذهنه، إنه أنا صحيح بدي أحافظ على حياة المريض لكنه مو على حساب معاناة المريض، المعاناة هذه. وبالتالي كمان قديش ممكن يعيش مريض 6 شهور 10 أشهر على أجهزة التنفس الصناعي بمعاناة كبيرة يفوق مستوى المبدأ إنه نحن يكون حاجة المريض لأنه ما يعاني أكبر من حاجته للحفاظ على الحياة. وبالتالي الطبيب بيقدر يتخذ قرار وهو مرتاح إنه هذا المريض يمكن أن يشال أو ما يوضع على أجهزة التنفس الصناعي. وإذا كان هالشيء على حساب كل ثروات العائلة وحساب الحياة اليومية للي عايشين بالعائله هذه، انه بتحط الاموال كلها لها المريض هذا، لا، ساعتها الافضل انه ترجع الثروه. طبعا هون اذا كان في عندنا امكانيه نسحب المريض نحطه بالمشافي العامه يفضل هالشيء هذا، اذا كان مشفى خاص، اذا كان مو موجود هالشيء هذا لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا نحن خطابنا اساسا موجه للاطباء، هو رفع الوعي بموضوع الاخلاق الطبيه ومساعدتهم باتخاذ القرارات بالحالات الصعبه. اتمنى ان يكون اضاءنا بهالحلقه موضوع الدي ان ار من مختلف جوانبه، واذا في تعليقات او اسئله ممكن نحاول نجاوب عنها. دكتور مازن، بتشكرك انك لبيت دعوتي، والله انا جدا مسرور انك انت كنت ضيفنا، وان شاء الله بنستضيفك بحلقات قادمه اذا كان في مجال. اخينا باسل، مشكور جدا، اذا عندكم اي اضافه ثانيه ولا ننهي اللقاء بقى. بظن فينا ننهي، واكيد فينا نرد على استفسارات المستمعين بوقت اخر، لانه هذا موضوع كبير، يعني كمان مستحيل ينلم بساعه او بساعتين، يعني نقاش كثير طويل. ولكن انا استمتعت جدا بالحديث مع الدكتور مازن ومعك طلال، يعني واتطلع قدما لنقاشات ثانيه. طيب، يلا. شكرا اخي طلال، وفرصه طيبه جدا اخ باسم، ان شاء الله نلتقي قريبا، يعطيكم إن شاء العافيه. الله، يلا، السلام عليكم.